قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يقول المؤذن في كل أذان لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الجملة واضحة جدا ولا تحتاج إلى تفسير وتحليل، ولكنها لا تقع في نفوسنا لكبر الغشاوة على القلوب، كما قال الله تعالى عن أصحاب الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب على آذانهم فناموا 309 سنين، فكيف بنا وقد ضرب على آذاننا فلم نعد نسمع نداء الفجر ونبقى نائمين ولا نستيقظ إلا بعد شروق الشمس؟ أسأل الله أن يقينا من الغفلة وأن تصحى قلوبنا من غفلتها. سوف تنتصر هذه الأمة إذا أصبح عدد المصلين في الفجر كعدد المصلين في صلاة الجمعة. اللهم إنا نعوذ بك من ذنب يمنعنا من الاستيقاظ في أحب الأوقات إليك.